بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل يستمر والانطلاقات تتميز بحضورها الفعال، والمشاهد يستمتع بانطلاقات وتحديات سن الثنايا التي نشاهدها على حضراتكم وبمسامعكم الكريمة عبر هذه الانطلاقات. قبل لحظات بسيطة وبضعة دقائق أعلنت انطلاقة الشوط الأول والرئيسي للإنتاج والمنتجين الخاص بإنتاج قطر. نسير بحضراتكم بعون من الله سبحانه وتعالى نحو الاتجاه الأول وإلى المسار الصحيح. بالبداية وبالصدارة نتعرف على انطلاقة صوغة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري الذي ينطلق على الصدارة ويتقدم على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى التماس على المركز الثاني الحاضرة والقادمة بشعار محمد بن تويم بن علي بن منيف الهاجري، يتواجد على المركز الثاني مع انطلاقة التماس الحضور من قبل الريم التي تحضر مع المركز الثالث علي بن حمد بن صالح بن شرقي، يتواجد مع المركز الثالث مع انطلاقة الريم مع ثالث الأسماء. نتيجة المركز الرابع هي مزن الحاضرة والقادمة سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السلي مع المركز الرابع. تواجد المركز الخامس جبار القادمة حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري مع خامس المراكز. هكذا انتهى النداء الأول لنتيجة ومسار الخمس المراكز المتقدمة والتي تحضر وتتواجد. بعد ذلك ومن النداء التالي فسوف نذكر سلالات هذه الانطلاقات وهذه الابكار الحاضرة والثنايا المتواجدة والذلل التي تتقدم بهذه المسيرة، حيث البداية والمركز الأول اسم البكرة ومالك البكرة وسلالة البكرة. نعم، المركز الأول هي الريم التي تنطلق على البداية وعلى الصدارة الأولى ملك علي بن حمد بن صالح الشرقي وسلالة الحنيش مسرف التي تنحدر من سلالة الريم. نعم، نتابع وإياكم التغيير والنتيجة من قبل المركز الأول، فهي مزنة الحاضرة والقادمة سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي هو القادم والذي يتواجد مع المركز الأول، يغير الآن بدوره إلى الصدارة. الباز التي تتقدم بسلالة الباز، نعم، المملوك للسيد محمد بن زايد الخيرين، تتواجد بنت الباز على المركز الأول، بنت الحنيش على المركز الثاني مع الريم. الريم هي القادمة والحاضرة بسلالة العريقة وبالشعار المميز وبالانطلاقة الرائعة شعار بالشرق الذي يتواجد ويتقدم. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثالث. نتأخر شوي لكي نتابع الأسماء والتواجد من قبل انطلاقة صوغة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري الذي يتواجد مع المركز الثالث وسلالة رياض المملوك الناصر الهاجري. نعم، يتواجد مع المركز الثالث شعار بن حباب وبنت رياض مع ثالث المراكز. شعار بن صفوة يتقدم مع المركز الرابع، يتواجد مع انطلاقة جبارة حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري. من يتقدم مع انطلاقة جبارة؟ مرحبا بماركة عز الجيش، مرحبا بالبراند العالمي. يتواجد شعار بن صفوة مع انطلاقة بنت عز الجيش مع المركز الثالث. تواجد المركز الرابع، هنالك انطلاقة من قبل التماس محمد بن تويم بن علي بن منيف الهاجرية
مع انطلاقة التماس وسلالة منبه، هو المتواجد والذي يحضر بانطلاقة تلك البطلة المميزة على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس مختارة هي الحاضرة فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري وسلالة مختار المملوك الغانم بن منصور الخيرين مع خامس المراكز. هكذا أتممنا على حضراتكم نتيجة المراكز المتقدمة والحاضرة بكل قوة. بعد ذلك نعود إلى الصدارة. نعم تتابعون ونتابع، 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها والمسافة هي 8 كيلومترات. تابعنا الأسماء والشعارات الرائعة والحاضرة بكل قوة. بعد ذلك نعود من جدة وجديد وإلى حصد الثمار وانطلاقة البداية، انطلاقة المركز الأول. نتابع الصدارة مع انطلاقة شعار السهلي على البداية، سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على البداية مع انطلاقة مزنة على البداية. البداية مع انطلاقة مزنة والمركز الأول، كما ذكرنا بأنها تنحدر من سلالة الباز المملوك لمحمد بن زايد الخيرين. نتابع النقلة والدور إلى المركز الثاني، سكة طويلة ومسافة طويلة ويحتاج لها تركيز وتدقيق وإتقان من قبل الانطلاقات. نعم وانطلاقة الأسماء، وحديث بهذا الحضور الرائع والجميل، نتحدث عن الأسماء والشعارات، حيث الانطلاقة من قبل الريم التي تحضر وتنطلق على المركز الثاني علي بن حمد بن صالح الشرقي مع انطلاقة الريم وسلالة الحنيش المتواجدة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الانطلاقة والتواجد من قبل مختارة فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، يتواجد ويتقدم مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع، التماس الحاضرة والقادمة بشعار وانطلاقة محمد بن تويم بن علي بن منيف الهاجري مع المركز الرابع. تواجد المركز الخامس، هنالك الانطلاقة من قبل جبارة بحضور حمد بن راشد بن محمد بن صفوة الذي يتواجد ويتقدم. نعم ذكرنا، استنتجنا، شاهدنا، تابعنا، هكذا هي الأسماء والشعارات التي تتابعونها ونتابع وإياكم نتيجة الخمس المراكز الأولى، من المركز الأول حتى الثاني إلى الثالث بالرابع حتى وصلنا إلى المركز الخامس. وذكرنا الأسماء التي انطلقت وحضرت ولا زالت منطلقة وحاضرة، لا زالت متمكنة بالحضور الجميل والرائع. الانطلاقة الأولى من قبل مزنة، مزنة على البداية، وينك يا راعي مزنة، مع انطلاقة شعار سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على البداية. شعار السهلي خطير وقوي، الأخ والزميل الإعلامي والمحلل يتواجد على البداية بتقديم النوعيات الجميلة والسلالات الرائعة والاسم المميز، مع انطلاقة مزنة على البداية. مزنة على المركز الأول، ذهب الكثير، 6 كيلومترات ذهبت في رمشة عين، تبقى 2 كيلومترات. المركز الثاني نتابع وإياكم انطلاقة الريم علي بن حمد بن صالح الشرقي. يا ريم انا قلبي جفول على الليالي المقبلات، وانطلاقة الريم على المركز الثاني وحضور الريم بانطلاقة علي بن حمد بن صالح الشرقي. المركز الثالث، انطلاقة وحضور من قبل مختارة فهد بن مبارك بن راشد بن حباب، وصل بن حباب الآن الذي يتواجد ويتقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الرابع، هنالك شعار بن منيف الذي يتواجد، والمركز الخامس انطلاقة شعار بن صفوة، ولكن خلاص هنالك الأمور مع انطلاقة مزنة. مزنة على البداية، على الصدارة الأولى وعلى البداية، ما شاء الله. تتابعون ونتابع من خلف الشاشات وعبر القنوات، وصلنا وإياكم واقتربنا
اقتربنا من الكيلومتر الأخير، اقتربنا من الأداء الحاسم ومن الانطلاقات الحاسمة. وصلت الآن مختارة، غيرت وانطلقت إلى الصدارة مختارة، وعادت الريم على المركز الثاني، مختارة على المركز الأول. الحين بين الريم وبين مختارة بهذا التنافس الأصيل، بهذا الحضور الجميل، نتابع مختارة. مختارة يا راعي مختارة، الريم يا راعي الريم، الريم ومختارة بانطلاقة فهد بن مبارك بن راشد الحباب، وبحضور انطلاقة علي بن حمد بن صالح الشرقي، سلالة الحنيش وسلالة مختارة. من الأجدر ومن المنطلق بهذا العزم الكبير؟ عزمت مختارة إلى البداية، إلى المركز الأول. انطلقت بشعار وحضور فهد بن مبارك بن راشد الحباب. تهانينا تهانينا لك يا بن حباب على هذا الانتصار، ما شاء الله وتبارك الرحمن. صراحة شكل ولون وعون وداء قوي وكبير، مهما قلنا لن نوفيها حقها. نعم، انطلاقة مختارة، مختارة يا أبو عوض، مختارة على المركز الأول بانطلاقة فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، وسلالة مختار المملوك لهنالك غانم، أو نعم غانم بن منصور الخيرين الذي قدم لنا هذه السلالة العريقة، وتواجد بالمركز الأول شعار بن حباب. قدم لنا مختار فهد بن مبارك بن راشد بن حباب. المركز الثاني كان التواجد من قبل جبارة بشعار حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، مع انطلاقة منبه هنالك شعار في هذه اللحظات بن صفوة وسلالة منبه. نعم، المركز الثالث كان الحضور والانطلاق من الريم علي بن حمد بن صالح الشرقي، سلالة الحنيش مسرف. المركز الرابع كان التواجد من قبل التماس محمد بن توين بن علي بن منيف الهاجري وسلالة منبه. المركز الخامس صوغة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب، سلالة رياض المملوك الناصر الهاجري. نعود وإياكم إلى مختارة فهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. 12 دقيقة 55 49 هكذا تابعنا وإياكم توقيت وعزم وانطلاقة البطلة مختارة. المركز الثاني جبارة بانطلاقة شعار حمد بن راشد بن محمد بن صفوة، سلالة عز الجيش الصغير بتوقيت وقدر 12 دقيقة 59 جزء من الثانية. نعم، بأجزاء وبجزء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والانطلاق من الريم علي بن حمد بن صالح الشرقي وسلالة الحنيش مسرف. التوقيت 12 أو 13 وثانية 94 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث.